ارتباطنا بالحلويات جزء من ثقافتنا وتاريخنا، في كل مناسبة أو احتفال طبق الحلويات شريك أساسي، وفي عيد الفطر في حلويات كتير، بسكوت وبتيفور وغريبة، بس الكحك أبو سكر هو الملك. وزي حاجات كتير أصلها عند المصري القديم، على جدران المعابد في الأقصر وفي مقابر هرم خوفو لقينا صور كتير بتشبه الكحك، وبيقول بعض المؤرخين إن المصريين القدماء كانوا بيصنعوا الكحك من الدقيق والعسل والتمر، وكانوا بيقدموه قرابين للآلهة. في العصر الفاطمي حصلت طفرة كبيرة في صناعة الكحك، كان الخليفة الفاطمي بيخصص مبلغ 20,000 دينار لصناعة كحك العيد، وتم تخصيص مخابز لصناعة الكحك من نص شهر رجب تقريبا، وبنوا مكان مخصوص لصناعة كحك العيد وبس، اسمه دار الفطنة. وانتشرت بقى عادة تبادل الكحك بين الناس هدية رمزية في عيد الفطر. وفي العصر المملوكي والعثماني استمرت صناعة الكحك في الازدهار، واتطورت وصفات جديدة بإضافة أنواع مختلفة من الحشوات. وكان الكحك بيتقدم للفقراء والمتصوفين كنوع من الصدقة. ومن زمن لزمن لسه كحك العيد عادة طعمها لذيذ بتملى بيوتنا دفى وفرح. اختلفت أسماء الكحك من بلد لبلد، وكمان طريقة التحضير، مش سمن ودقيق وبس، في كل بلد هتعرف جزء من تاريخها وتراثها، فقطمة تدوب في بقك وترجعك لذكريات بيت العيلة، وخبز الكحك في أجواء احتفالية بيشارك فيها الصغير والكبير. كلوا كحك وانبسطوا، بس مش كتير، وكل عيد فطر وانتوا طيبين.